كل دي اسباب. رقم 4 رغبه الطفل في لفت الانتباه. ده الحكايه اللي قعدت احكيها لكم شويه. فيصرخ شوفوني انا موجود، او يبكي، او شكل هستيري مثلا في الغضب، او يرتكب سلوك ساعة عشان تبصوا له تتكلموا معايا انا موجود، وانا موجوده واتكلموا معايا، لان ده هو ظن ان ده هيجلب الاهتمام والرعايه فبيعمل كده. او السبب رقم 5 رغبه الطفل في الانتقام من والديه لو هم منعوا عنه حاجه او انفصلوا والطلاق يقوم جاي متامن، فيبقى عصبي وغضوب و و و وسلوكيات كلها غلط، او ان هم وعدوه بوعد وبعدين خرقوا الوعد ده، او ان هو مثلا شعر بالظلم لان عاقبوه على امر وما سببولوش. ما دي الغلط اللي بتحصل في التربيه، هم ما سببوش له انت احنا بنعاقبك على امر ده، هو بتتعاقب كده عشان غلطت، طب ايه الصح؟ مش عارف. طب هو كان المفروض يحصل ايه؟ ما هوش عارف. سادس حاجه شعور الطفل بالعجز لما ما تسمحلوش انه يقوم باعمال هو شايفها كويسه او الاخرين بيعملوها، اصحابي في المدرسه واصحابي هنا والناس وولاد عمي وولاد خالي والعيله كلها، وانت تمنعه منه فما بقاش فاهم. سبع حاجه لما يبقى احد الوالدين او واحد منهم هو اللي بيتصرف بعصبيه. كتير جدا من المواقف صراحه بتبقى في اليوم ويبقى الابن شايف ان السبب في عصبيته، انا شايف ايه؟ شايف ابويا بيعمل كده، شايف امي بتعمل كده، رؤيته للتصرف. وطبعا بتختلف من طفل للتاني، اللي زي ما قلت لكم اسمها الميرور نيرون اللي هي المرايه العاكسه. انا شايف ده فبعمل ده. اعصاب في المخ بتلقط. وبحاجه اسمها التعلم بالمحاكاه والتقليد. ليه؟ خلاص بقى. خلاص انا شايفه بعمل كده. او يكون ممكن السبب في العصبيه المفرطه دي ان زي ما قلت لكم البيئه كلها، مش بس الاب والام، ده البيئه اللي حوالين الطفل كلها هي كده. فالطفل ايه؟ نموذج مصغر لمراه الاب والام والبيئه اللي حواليه. اصلا كان في اثبات علمي ان العوامل الوراثيه، يعني هم بيقولوا ان العصبيه مش وراثيه، ولكن في دراسه اخيره معموله في امريكا ان في نسبه من الوراثه الجينات بتنمي، يعني لو الاب عصبي هيتنقل، مع ان كان الاول بيقولوا لا، لكن قالت النسبة دي لا تتعدى 25%، وال 75% الباقية بيشكلها بقى العوامل البيئة والعوامل المحيطة بالطفل ذات نفسه. وطبعا زي ما قلت لكم بتختلف طبعا من طفل للتاني.